يعطيكم العافية. هسه بدي أكمل لكم شرح chapter 11.7، يعني الجزء الثاني. هسه بدي أكمل لكم شغلة، بدي أحكي لكم عن شغلة مهمة أو ملاحظة مهمة. التكامل، لو حكينا عندك التكامل هذا واحد على X تربيع مثلا دي X، طلع هذا التكامل. هذا التكامل لو جينا نشوف الامبرابر وين راح يكون؟ عندي عند المال النهاية، أي أول شغلة. ثاني شغل، لما اكس بتساوي صفر، يعني طلع عندي اعتلالين بنفس المكان. بهاي الحالة أنا مجبور أعمل شغلة، لازم أدور على حد فاصل بيناتهم. بقدر أحط فاصل بيناتهم، يعني إنه لازم عشان أقدر أحسب ليمت لكل واحدة. يعني لما جيت لو حكيت على سبيل المثال ليمت لما ال حتقول لوين؟ للصفر، أو ال حتقول للنهاية. أنا مجبور بهاي الحالة إنه أقسمها لأنه ما راح يزبط معي. فأنا على سبيل المثال بروح بحكي من صفر للواحد، واحد على اكس تربيع، حاول خذ ارقام، يعني انت من صفر لواحد انه سهلة عليك، زائد من واحد للما لا نهاية، واحد على اكس تربيع دي الاكس. تمام لحد هون؟ هسا هون وين الاعتلال؟ عند الصفر، وهون عند الما لا نهاية. فبحكي انه الليمت لما ال حتقول للصفر، ال للواحد، واحد على اكس تربيع دي الاكس. تمام، هذا راح تكاملها وحتكمل حل. بلش بهذا الجزء، ايش حيصير هذا الجزء؟ اللي هو ايش حتصير؟ سالب واحد على اكس من ال لواحد ليمت لما ال حتقول للصفر، عوض سالب واحد ناقص واحد على ال، وتساوي ايش؟ ما لا نهاية. سالب واحد ناقص ما لا نهاية. تمام، لانه هاي حتطلع صفر، واحد على صفر اللي هو كم؟ ليمت لما ال حتقول للصفر، المال النهاية بما انه صفر مال النهاية. اذا خلص هذا السؤال كلياته دايفيرج، خلص السؤال. فهمت شو الفكرة؟ بروح بدور على اشي انه افصل فيه، يعني اذا كان عندي اثنتين بنفس الفترة انا مجبور ادور على حد فاصل. زي هون عند الصفر وعند المال النهاية، بروح بختار اشي من بيناتهم. هاي اول شغلة. هسا بدي اشرح شغلة اللي هي زي نظرية أو نتيجة أو كيف زي هيك. بحكي لك إذا كان عندي تكامل من رقم أكبر من صفر، يعني واحد بالعشرة، اثنين بالعشرة، لحد يعني أي رقم هون، هذا الرقم إنه يكون أكبر من الصفر، مثلا واحد اثنين اللي بدك إياه، لحد ما لا نهاية. إيش بحكي لك؟ إنه يصير دي الإكس على إيش؟ على إكس قوة بي. إذا بحيث طلع هيك، إذا كانت هاي البي أكبر من الواحد، يعني 2 3 4 3 على 2، أي أرقام أكبر من الواحد، إيش هاي؟ بتكون كونفيرج. تمام؟ طيب لو أجينا نحكي اللهم صل على سيدنا محمد، إذا كانت أقل أو بتساوي إيش بنحكي عنها؟ دايفيرج. تمام؟ إن شاء الله تكون هاي، يعني هاي النظرية ركزوا عليها، بتريحنا كثير بالحل. نشوف أمثلة ولا كيف عليها؟ شوي بس. قبل ما نشوف أمثلة عليها بدي أثبت لكم إياها. بيجي بعطيني بحكي لي تكامل من واحد للما لا نهاية، دي الإكس على إكس قوة بي. هذا تمام؟ هسه كهذا التكامل، أول شيء إيش عندي؟ عند الهاي، وعند الصفر، عند الصفر وعند الما لا نهاية. الصفر مش من ضمن الفترة، إذن بس بحكي ليمت لما ال حتقول للما لا نهاية، تكامل من وين؟ من واحد لال دي الاكس على اكس قوة بي دي الاكس. هاي كيف بكاملها؟ برفعها لفوق، يعني ايش حتصير؟ اكس قوة سالب بي من واحد للما لا نهاية ليمت لال لما ال حتقول للما لا نهاية. تمام، دي الاكس. هاي شو تكاملها؟ اكس قوة ناقص بي زائد واحد على ايش؟ سالب بي زائد واحد من واحد لأل. تمام؟ مكان كل اكس بروح مكان كل ال بروح بعوض ايش؟ بروح بعوض ما لا نهاية. طيب هاي شو راح تصير تعويضها؟ ال يعني حتصير ما لا نهاية قوة سالب بي زائد واحد على سالب بي زائد واحد ناقص عوض الواحد، أي إشي أس واحد وتساوي واحد، على سالب بي زائد واحد. تمام؟ هسا وين اللي بيهمني؟ هون صار الشغل عندي، عندي عند هاي القاعدة. هسا حتى يطلع السؤال كونفيرج،
ايش لازم تكون؟ لازم يطلع عندي رقم، تمام؟ رقم. كيف هاي بتكون رقم؟ وكيف متى بتطلع عندي دايفيرج؟ لما تكون ما لا نهاية. هاي كيف حتى تطلع عندي هاي؟ ما يعني انه لازم تكون ما لا نهاية. اول اشي حتى تكون كونفيرج، ايش بروح بمسك؟ بمسك هذا السؤال، بحكي سالب بي زائد واحد، مع مين بقارنه؟ هاي لازم لما يكون ما لا نهاية الصفر، يعني ما لا نهاية، تمام؟ والسالب ايش بطلع عندي؟ صفر. لكن لو طلع عند الرقم واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ايش هسه ما لا نهاية اس رقم سالب بطلع عندي كم الجواب؟ صفر. طيب لو كانت ما لا نهاية اس رقم موجب بطلع عندي ما لا نهاية. يعني هون بهاي الحالة بتصير ايش؟ دايفيرج، وبهاي الحالة بتصير كونفيرج، تمام؟ ايش بروح بحكي حتى تطلع ايش؟ متى هاي بتكون سالبة؟ يعني اقل ايش؟ هاي بدي اياها تطلع سالبة، يعني اقل من الصفر، صح؟ نقول هاي لهناك، ايش حتصير؟ انه بي اكبر من الواحد، مزبوط؟ بي اكبر من الواحد. هاي طيب لو بدي اياها العكس، لو بدي اياها العكس، يعني ايش حتصير؟ رقم، يعني ايش حتصير؟ سالب بي زائد واحد، ايش؟ مع الصفر. هاي بدي اياها اكبر من الصفر حتى تطلع ما لا نهاية، تمام؟ فايش حيصير؟ نقول هاي لهناك الواحد، لا البي هون واحد وهون البي، تمام؟ انه البي اقل من الواحد، يعني الواحد اكبر، تمام؟ هاي بالنسبة لإثباتها. طيب هسا كيف بيجي طبيعة السؤال؟ بيجي بيحكي لي هذا الاشي اثنين على خمسة مثلا دي الاكس على اكس تكعيب، بيحكي لي حدد لي انه هذا التكامل كونفيرج او دايفيرج. حسب النظرية هاي اذا كانت البي اكبر من الواحد بتحكي له بي تساوي ثلاث اكبر من الواحد، اذا ايش؟ كونفيرج. حسب ايش هاي؟ حسب النظرية البي سيريز، تمام؟ لو اجي حكالي هيك على سبيل المثال تمام، لو حكينا التكامل مثلا من واحد للثلاث جذر الاكس، هاي الحالة شو بصير؟ دي الاكس، يا اما بروح بكاملها او في عندي هاي النظرية، بروح بحكي تكامل واحد لثلاث واحد على اكس قوة سالب نص، لان نزلت على المقام، بي بتساوي سالب نص، اذا ايش؟ دايفيرج. خلص من دون ما تحل. في عندي شغلة، إذا كان مثلا على سبيل المثال تكامل من سالب ما لا نهاية للما لا نهاية على سبيل المثال واحد على واحد زائد اكس تربيع، ممكن هسه هون الامبرابر عندي هاي وهاي، فأنا كيف ممكن أساعد حالي؟ يعني ممكن أروح أفصل مثلا على سبيل المثال، أحكي من سالب ما لا نهاية اللي هي ال، هاي راح افرضها مثلا للرقم واحد على واحد زائد اكس تربيع، او صفر عادي تختار اي رقم بدك اياه، زائد الواحد للما لا نهايه واحد زائد اكس تربيع. هسه الهدف من هذا الاشي انه اريحك بشغله، هسه هذا خصوصا باسئله تطلع دائره، هاي راح تطلع ايش؟ هاي اجباري تطلع ايش؟ كونفيرج. ليش؟ لانه البي هون كانت اثنين، هسه هذا الهدف من هذا انه ابين لك هاي، وهاي راح تضطر انت تحلها، وراح يطلع بتطلع واحدة كونفيرج كونفيرج وبتحلهم، بيطلع كونفيرج السؤال. هاي بالنسبة لهذا للبي سيريز. طيب هسه راح نحكي عن الكومبارزون تيست، او الموضوع هذا مهم. كيف يعني؟ اول اشي احنا اخذنا هذول التكاملات كنا نقدر نحلهم، يعني تكامل بتقدر تحله مباشر، قدرنا نحله، ما يعني ما كان يواجهنا صعوبة فيه. في عندي تكاملات راح تغلبني بالحل، ما راح تزبط، او تكاملها شبه صعب او بهذا الاشي، فعشان هيك اوجدوني الكمبارزون تيست. كمبارزون تيست هذا ايش بحكي لي؟ هاي بجيب الاقتران الاصلي اللي بكون مطلوب انا مني احله، التكامل صعب، تمام؟ بروح اذا كان اكبر او بساوي الاقتران الاصلي، يعني طلعت الاشي طلع معاي دايفيرج، بهذا الحالة بيكون الاقتران دايفيرج
بس دايفيرج، مش عند رقم معين بس دايفيرج. طيب لو كان التكامل الأصلي أكبر أو بس أكبر أو بيساوي للي حسبته ويطلع معاي كونفيرج، بهاي الحالة بيكون كونفيرج وعند رقم